مساء الخير. قبل ما نبدأ مع بعض فقرة الأخبار المعتادة، عايزة بس أهني طلبة الثانوية العامة اللي نجحوا وقدروا أن هم يجتازوا هذه السنة الصعبة في ظل ظروف الوباء، وباء كورونا. ومهتمة برضو أني أهني أصحاب الهمم اللي قدروا أن هم يجتازوا السنة الصعبة دي بقدراتهم الخارقة، ودايما عندي ثقة أن هم دايما دايما متفوقين، دايما دايما عندهم قدرات مختلفة، دايما دايما عندهم تحدي. احنا يعني اهتماما بيهم وتهنئة ليهم هنتواصل مع اثنين من أبطالنا أصحاب الهمم المتفوقين الأوائل في الثانوية العامة، وهنتكلم معهم شوية ونبارك لهم. ومبروك لكل أولادنا طلبة الثانوية العامة اللي اجتازوا هذه السنة الصعبة. احنا هيكون معانا على التليفون معانا سامية. اوكي، معانا زهراء. معانا زهراء عبد الإله احمد من مدرسة الشيماء بنات بسوهاج، هي الاولى بمدارس الدمج العلمي التعليمي بمجموع 407.5%. مساء الخير يا زهراء. مساء النور. اولا الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. قولي لي بقى يا زهراء، انت ناويه على ايه؟ عايزه تدرسي ايه؟ هدخل كليه ألسن. كليه ألسن. انت بتحبي اللغات؟ طب انت عايزه ألسن قسم ايه بقى؟ ناويه على ايه؟ لسه ما قررتش. يعني في لغه معينه نفسك تدرسيها؟ لا مفيش. مفيش. طب انت ايه اكتر ماده كنت بتحبيها؟ العربي. العربي. شاطره بقى في العربي والنحو؟ من الطلبه يعني اللي كانوا بيحلوا اسئله النحو ومش يسيبوها ويقولوا مش مشكله الدرجات بتاعتها؟ طيب كويس. قولي لي، طب ايه اكتر ماده كانت صعبه بالنسبه لك وبتحسي انها مذاكرتها كانت تقيله عليك؟ فصل. مش سامعاكي. ايه اكتر ماده كانت صعبه مذاكرتها كانت بالنسبه لك صعبه او انت مش بتحبيها بنفس الدرجه؟ يعني شويه الانجليش. شويه الانجليش. طيب انت عندك اي هوايات يا زهراء؟ بحب القرايه. بتحبي القرايه. ايه اكتر بتقري مين او بتقري في ايه؟ يعني في التاريخ شويه. بتحبي تقري في التاريخ. طب دي حاجه عظيمه جدا، يعني ده معناه ان انت عندك معلومات كتيره جدا عن الماضي، وبالتالي تقدري تعرفي بكره ممكن يبقى ازاي. نفسك تشتغلي ايه يا زهراء؟ يعني لسه ما قررتش. لسه ما قررتيش. يعني متهيالي لما تدخلي الجامعه وتشوفي الاقسام اللي في الكليه اللي انت عايزه تدخليها وتقدري تقارني وتشوفي ممكن يبقى ازاي. طب انت كنت بتاخدي اي دروس؟ كنت باخد. يعني حاسه انك استفدتي منها ولا انت وانت قاعده بتنظمي وقتك وبتذاكري ده كان بيفيدك اكتر؟ لا كنت بستفيد منها يعني اكتر. طيب زهراء، انا عايزه اعرف منك، انت كنت بتحسي انه عبء عليكي انك تقعدي تذاكري مده طويله؟ كان مجهود. ها، مين اللي كان بيساعدك؟ مين اللي كان بيدعمك؟ مين اللي كان بيقول لك كلام كويس سواء في مدرسينك او في البيت؟ المدرسين واصحابي واخواتي وكده. يعني ناس كتيره كانت بتدعمك. مين اكتر حد فرح معاكي؟ اخواتي وبابا وماما. انا مبسوطه ان انت قدرتي تفرحي اخواتك وبابا وماما، ويا رب دايما تحققي كل احلامك. تحبي تقولي اي حاجه بقى للطلبه اللي في سنك اللي عموما، يعني سواء بقى ثانوي او عندهم خوف من المذاكره؟ اهم حاجه انهم ينظموا وقتهم. طيب مهمه النصيحه دي، اهم حاجه تنظيم الوقت. اولا الف مبروك، ويا رب بالتوفيق تدخلي كل اللي نفسك فيها وتشتغلي الحاجه اللي نفسك فيها وتحققي كل احلامك. والف الف مبروك يا زهراء. زهراء عبد الاله احمد من مدرسه الشيماء بنات بسوهاج، الاولى بمدارس الدمج التعليمي بمجموع 407.5%. مبروك يا زهراء. الحقيقه انه يعني شيء يدعو للفخر لما الواحد بيحس انه كتير من ولادنا اصحاب الهمم اللي عندهم اي مشكله بيتعاملوا مع الحياة من غير
أي إحساس بأن عندهم مشكلة وبيتفوقوا وبينجحوا، وبشوف كتير جدا نماذج إصرارها ونجاحها مبهر مبهر وملهم لأي حد شخص عادي عنده إحساس أنه لا أنا مش هقدر، أنا مشاكلي صعبة، أنا مش هعرف أذاكر، أنا مش هعرف أحقق اللي في دماغي، أنا مش هعرف أوصل للي أنا عايزه. الحقيقة أن هم دايما دايما بيدونا درس ونموذج لإزاي الإنسان لو عنده إرادة يقدر يعمل أي حاجة. إحنا